السلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غندير لكم صوبة ديال البورو. صراحه كتجي لذيذه، نتمنى انكم تجربوها. لهذه الوصفه ان شاء الله غنحتاج البورو بلا ما نكثر عليكم البنات في المقدمه. المهم اول حاجه هنايا عندي بورو واحد، عندي هنا حبه من البورو ولكن كبيره هاد الحبه البنات، تقدروا ديروا جوج حتى ثلاثه داكشي على حساب الكميه اللي بغيتوا. وعندي هنا بطاطا كبيره وعندي ملحه والبزار وهاد القشده الطريه ديال اللي خاصه بالطياب، وعندي الماء فاش غنسلقهم. اول حاجه غندير البورو وي والبطاطا مع الملح والبزار. هذه من اسهل الشربات البنات ومفيده بزاف. المهم غنزيد الماء حتى يتغطى لي واحد شويه. صافي دابا غنشعل عليها حتى طيب ونرجع معاك البنات. مني طاب دابا غادي نطحنها. دابا نزيد عليها تقريبا نص معلقه ديال الزبده. وهاد القشده طريه اللي خاصه بالطياب وغنرجعها طيب واحد شويه. هنا البنات كما شفتوا ها هي طابت، دابا غنطفي عليها وغنقدمها بالصحة والراحة. وهنا البنات كاين هاد الكاياتاس او هاد البيسكوي، فيه الكينوا والشيا، فيه حبات الشيا وإلا واعره البنات صراحه للدراري الصغار صحي. المهم هذا خديته من الكونسو، ندير شويه هكا وكانت هذه هي الصوبه او الشوربه. نتمنى انها تعجبكم، ان شاء الله نتلقاو فيديو جديد. خليتكم على خير وبسلام عليكم.